من جديد في فير بلاي نبداو حصتنا نحكيو هوند اكيد مع الوافد الجديد للترجي الرياضي التونسي اللاعب اسلام الجبالي القادم من جمعيه الحمامات ابن اتحاد مازل تميم كان امضى عقد مع الترجي الرياضي التونسي اسلام دونك حكينا معاه في حوار اسلام دونك حبينا يكون معنا في المباشر لكن عنده اكيد اونترينمون توا بدات الرابع مع الترجي الرياضي التونسي نتمنى له التوفيق ان شاء الله لكن حبينا نباركوا له ويحكي لنا اكثر على الاتفاق هذا كيف صار مع الترجي. عايش اخوي اسلام الله يخليك يبارك فيك خاش خويا. والله شوف اسلام التسهيلات بداوا من عام ناول معناه كانت التسهيلات نتاعي مع الترجي من عام ناول لكن ما سهلش فيها ربي هي سهلت سنا وكذا. والله المشكله مش مشكلتي انا سلومة مشكله الجمعيات ما بين بعضهم انا فهمت انا كنت موافق على العرض لكن جمعيات من بعضهم تخالفوا شوي. كيفاش كان الاستقبال في الترجي وهل كيف يشوف البالي اللي باش يطلع له اللاعب بانتقاله للترجي؟ صحيح والله صحيح خويا هذيك هي الكوره. واحد يزيد يخدم على روحه وان شاء الله جاي خير وكا. والله يرحم والديهم الناس الكل فرحانين بيا لاقي راحتي. جولات نعرفوا بعضنا معناها مكونين مع بعضنا برشا حتى في الكيف ناسيونال كورنا مع بعضنا. ما لقيتش الصعوبات اللي اني نكون بعيد على الجروب من نهار الاول دخلت في الجو. الناس كل فرحان بيا ان شاء الله نكون على قد المسؤوليه وان شاء الله ربي معنا. كان فما كلام على عرض من النادي الافريقي الاسلام علاش اختار ترجي على الكلوب الاجابه من عند اسلام اجبل. والله شوف اسلام وقت اللي دخلت معي الكلوب في الخط وقت اللي انا سعيد صح كنت راه معنا في مع ترجي معنا لك عليك فهمت هذيك الحاجه الوحيده اللي خلتني نمشي للترجي معنا انسان عطي كلمته للترجي معنا ما جامش فهمت كيف اسلام نصحح وقت اللي دوبا ما روحت من قطر. كونكورونس كبيرة باش تكون في المركز نتاعو مع وجود الياس حشيشة كيف ايضا الوفد الجديد من النادي الافريقي مكرم سلامة اوكي مع غياب وخروج غازي مميش لكن ايضا ثلاثة من لاعبية عندهم مستوى محترم جدا كيفاش باش تكون وباش تعامل اسلام مع الكونكورونس هذه اللاعب يجيب. والله شوف نلعبوا احنا في الترجي نصور نلعبوا كان على درابو واحد هو الترجي هذا التونسي معنا فهمت كي نلعب انا كي يلعب حشيش كي يلعب مكرم فماش فرق معنا المهم واحد يدخل يعطي 100% وما يدخلش على نقطه عرق وهذيك هي الفائده معنا الاوبجيكتيف هذاك هو يكونوا الناس كل فرد اوبجيكتيف والله تيترويت عندنا برشا تيترويت ان شاء الله نزوم كله كاو. هل يطمح بعد الترجي لتجربة أوروبية أكيد خاصة أنه عدد الفنيين يجمعوا أنه عنده إمكانيات كبيرة جدا اللاعب إسلام الجبالي يحكي في الموضوع. أي جوار في تونس يطمح باش يلعب في الأوروب خويا واحد يزيد يخدم على روحه قدرة ربي علاش ليه معناها يكون في فرق أوروبية ديجا عندنا برشا توانسة معناها يلعبوا في فرق أوروبية إن شاء الله نكونوا كيفهم هكا. برشا كلام انه اسلام الجبالي تظلم بعدم وجوده في القائمه نتاع المنتخب الاخير ومشاركته في بطوله افريقيا نسمعوا شنو قال اسلام بخصوص الموضوع هذا. صحيح اي جوار يكون في الكيب ناسيونال وبعد يخرج تحسها معناها فهمت حبيت نكون نعاون اصحابي وكنت النجم اللي نكون غادي كي باش نعاون اصحابي لكن الله غالب خيارات مدرب ونجم نحترمها وكا. دونك تجربة مهمة للاعب اسلام الجبالي مع الترجي الرياضي التونسي برشا يعتبروا اسلام تقريبا احسن لاعب تونسي في المركز نتاعو اوكي مع تألق كبير لجهاد جاب الله ايضا لاعب صاحب خبرة خاصة في كاس افريقيا كان تحصل مرتين على التوالي افضل بيفو في افريقيا ايضا موجود مروان الشويريف لكن ايضا الناس الكل تجمع انه اسلام المستقبل باش يكون ليه ان شاء الله اكيد بالعمل والخدمة بالتوفيق ليه ان شاء الله في الايامات الجاية. موزيكا الاخبار وبعد مكملين فير بلاي حتى الخمسة ونص.